على كل نعود الحديث عن أسواق العملات وينضم إلينا في الاستديو لينا قنوع هي محللة أسواق العالمية في مجموعة إكويتي جروب. أهلا بك لينا معنا. أهلا بك. دعيني أبدأ معك من الدولار. الدولار بعد تراجعات يعني حوالي الشهرين تقريبا من التراجعات بدأنا نشهد يوم أمس حالة من الاستقرار نوعا ما، ارتفاعات كانت طفيفة للدولار الأمريكي. هل ترين بأن هنالك ربما انتظار لبعض البيانات الاقتصادية، تصريحات للفيدرالي؟ نعم. لماذا هذا الريباوند الذي شهدناه؟ نعم، بالنسبة للدولار الأمريكي كما ذكرنا يعني خلال الفترة الماضية كيف تراجع وكان ينتظر عدد من البيانات الاقتصادية، وأهم بيانات نترقبها يوم الجمعة للبي سي اي اللي بيفضله الفدرالي الأمريكي مؤشر التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك عدد من البيانات ظهرت اليوم عن إعانات البطالة الأمريكية 406,000 وظيفة، وأيضا بالنسبة لأسعار السلع المعمرة كان هناك انكماش، لكن إذا نظرنا إلى أسعار السلع الأساسية ارتفعت بنسبة 1%، وأيضا البطالة الأمريكية يعني قد ذكرنا 406,000 طلبات الإعانة. هذه وأيضا الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية ب 4.6% فكل هذه البيانات يعني تعتبر نوعا ما إيجابية. كما ذكرت أن البيانات المهمة التي نترقبها يوم غد عن مؤشر التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك توقعات بأن يكون هناك ارتفاعات ب 0.16%، يعني ارتفاعات بشكل سنوي تقريبا كان ب 2.8 أو 0.9%، عندما قارنا بالشهر الماضي اللي شفنا الارتفاعات ب 1.8%، فأي ارتفاع في التضخم فوق 2% راح يكون هناك دعم طبعا لأن يقوم ربما الفدرالي الأمريكي سوف يكون له أصبح نية ليبدأ بتقليص برنامج شراء الأصول، وخاصة هناك مناقشة حول أعطاء الفدرالي الأمريكي حول تقليص برنامج شراء الأصول نتيجة هذه البيانات. لكن المهم أن نترقب بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية، وخاصة إذا نظرنا من مطلع العام عم نشوف بيانات وظائف أمريكية زراعية غير زراعية كانت بيانات إيجابية جدا، لكن خلال شهر إبريل وأيضا كانت ضعيفة، وأيضا متوقع أنه تكون في شهر مايو تكون بيانات الوظائف أيضا فيها ضعف. لكن في حال ارتفاع التضخم بشكل كبير مع بيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية إذا جاءت ضعيفة، فما سوف يمكن فعله يعني الفدرالي الأمريكي؟ هل سيقوم فعلا بتقليص برنامج شراء الأصول؟ ربما يكون هناك تقليص لبرنامج شراء الأصول يعني في وقت أبكر مما كنا متوقعين، لكن بالنسبة لرفع أسعار فائدة من غير من الممكن أن يقوم به، سوف يقوم برفع أسعار فائدة ربما العام المقبل. فأتوقع أن انخفاض في الدولار الأمريكي هل عم يتحرك نحن بين 89 و50 بين هذا الرينج، لو كسرنا 89 و30 فهو امتداد لاتجاه الهابط للدولار الأمريكي. لكن كما ذكرت أنه معتمدين بكرة الأنظار كلها متجهة والتركيز على ما سيصدر عن البي سي اي مؤشر التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. التضخم والوظائف هذه الأرقام علينا ننتظرها خلال الأسبوع القادم. سمعنا تصريحات عديدة من أعضاء الفدرالي خلال الفترة الماضية، ولكن ليس فقط البنك المركزي الأمريكي إنما أيضا من بنوك مركزية أخرى، آخرها كان منذ فقط حوالي النصف ساعة تقريبا من أحد أعضاء البنك المركزي البريطاني بأن رفع الفائدة قد يكون في نهاية العام أو قبل ذلك. هل تتوقع بأن اليوم لهجة البنوك المركزية كلها اختلفت وخصوصا بالنسبة للباوند، ما الذي تتوقعينه؟ نعم بالفعل يعني لهجة يظهر أنه اختلفت بالنسبة للبنوك المركزية الأخرى، سواء أن بنك المركزي النيوزيلندي صرح كمان أنه سيقوم بتجديد سياسته النقدية خلال العام المقبل عام 2022، أيضا كما ذكرت عن بنك أوف إنجلاند أنه رح يكون في تجديد للسياسة النقدية يعني، وبنك كندا هناك يعني كما ذكرت أنه في بداية لأنه البنوك المركزية يظهر أنها بدأت تتبع بعضها، وخاصة أنه في منطقة اليورو هناك كمان أعضاء الفدرال الأمريكي
الامريكي يريدون بدايه بتقليص برنامج شراء الاصول، رغم انه كريستين لاغارد عم تقول انه الوقت يعني انه اسا ما زالت في سياستها مبكر وستستمر في سياستها التحفيزيه. فبالتالي يعني مثل ما ذكرت انه متوقع انه البنوك المركزيه الاخرى وممكن الفدرالي الامريكي يبدا بتقليص برنامج شراء الاصول في وقت اكبر من المتوقع، والباوند على ارتفاعات بتوقع اذا بقي او لان عم بيستفيد من تراجع الدولار الامريكي، لكن كل الظروف الراهنه بانجلترا سواء بحملات التطعيم سواء بتقلص المخاوف من انفصال اسكتلندا عن بريطانيا هذا سبب ايجابي، ايضا البيانات الايجابيه اللي عم نشوفها ببريطانيا كلها داعمه لانه يرتفع الباوند اكثر من ذلك وربما نصل لمستويات الواحد وثلاثة واربعين. معي بس 30 ثانية فقط، اليوان الصيني أسئلة كثيرة حوله، هل تتوقعين المسار السعودي أن يستمر؟ نعم المتوقع أنه يستمر المسار السعودي، ونحن مستغربين أنه لم يتدخل حكومة يظهر أنها راضية من ارتفاع اليوان لكبح ارتفاع أسعار السلع التي ارتفعت يعني بشكل كبير، وخاصة أنه حدث من المضاربة في أسواق السلع وترفض أنه أي أخبار عن كاذبة تؤدي إلى ارتفاع السلع، فهو وسيلة لتقليل ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وهذا بيفيدها ارتفاع قوة اليوان بحسب من الطلب المحلي في الصين. لينا قنوع محلل أسواق عالمية في إكويتي جروب، شكرا جزيلا. شكرا.